السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع حبيت ننقله لمن يهمه الأمر، موضوع مهم جدا، حبيت ننقله بالإحساس اللي عشته منذ لحظات، إحساس ولا في البال. توانسة تقريب مولودين البرة في أوروبا أساسا، وتوانسة ذوما يشعروا البرة أنهم توانسة وعندهم الحنين لتونس ويتمنوا يزوروها ويشوفوها، لكن بمجرد نزولهم للمطار، بمجرد هبوطهم لتونس وأنهم يعدوا العطلة متاعهم، يحسوا رواحهم اللي هم لا علاقة بتونس، يحسوا رواحهم أجانب وبراينية، وثم تمييز ضدهم أصلا. طاقات كبيرة ما شاء الله من خيرة الشباب، مهندسين وباحثين وجامعيين ورجال أعمال صغار وغيرهم، هؤلاء طاقة مهدورة لأن البلد تونس ما عمل حتى وسيلة إعلام على الأقل أو حتى مجهود للتواصل معهم وتشبيك العلاقات معهم والاستفادة منهم. كان حبيت رجال أعمال، كان حبيت توريست، كان حبيت جامعي، كان حبيت بحث علمي، كلهم طاقة كبيرة ولا في البال. مسكينها تونس اللي سيبت أعز ما عندها، سيبتها من الذئاب، أعز ما عندها من الثروة سلمت فيها مسكينها تونس. موضوع مهم برشا للمتابعة، موضوع لمن يهمه الأمر إن كان هناك من يهمه الأمر. تصبحون بألف خير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.